استمرارا لمتابعة ما يجري على الأرض من اشتباكات، من تطورات، من انعكاس هذا أيضا على تفاقم الوضع الإنساني بالنسبة للمواطنين في السودان. نعود مرة أخرى إلى مراسلنا هناك محمد إبراهيم. محمد، هل ما زلت معنا؟ نعم، معك، اسمعني بوضوح. نعم محمد، يعني كما ذكرت في شرح هذه الصورة، يعني طبيعة البنية التحتية في السودان أصلا هي طبيعة ليست قوية بدرجة تجعلها تتحمل كل ما يحدث من اشتباكات. حقيقة أيام قليلة فقط قادرة على هدم الكثير من المرافق والمستشفيات. ماذا عن هذا الأمر محمد؟ ماذا لو استمرت هذه المواجهات والاشتباكات؟ كيف من الممكن أن يكون الوضع داخل السودان برمته؟ نعم، طبيعة البنية التحتية هنا في الخرطوم ضعيفة تماما، وحال استمرت هذه المواجهات ربما ستنهار بأكملها، خصوصا وأن هناك أيضا خراب كبير لهذه المناطق التي تتمركز فيها الاحتياجات، وفي عدد من المواقع وفي عدد من الفيديوهات لاحظنا هناك عدد كبير من العمارات ومن المرافق الطبية والصحية والشوارع قد تضررت بهذه من هذه المواجهات. وحال استمرت هذه المواجهات ربما تنهار البنية التحتية التي هي أصلا ضعيفة في السودان. ولذا خيار قرار الهدنة ويعني ظل مطلب يمكن لدى المواطن السوداني حتى يستطيع من القيام بواجباته، خصوصا واننا يعني على اعتاب عيد الفطر المبارك. لكن كما يبدو ان هذا الامر اصبح مستحيلا، خصوصا هذه هي الهدنه الثانيه، والان حتى هذه اللحظات هناك مواجهات في محيط قياده الجيش والقصر الجمهوري، وكذلك في اندرمان، وايضا في انحاء مختلفه في اندرمان. بالنسبه للمستشفيات، هي حتى هذه اللحظات لم يتمكن المواطنون من الذهاب الى المستشفى، ولم يتمكن المسعفون او المنظمات من اسعاف الجرحى في الشوارع والقتلى من الذهاب الى الشوارع لاسعافهم، وذلك نسبه للاضطرابات الامنيه التي تشهدها البلاد. هذه الاوضاع هي قد تزيد الاوضاع سوءا وقد تعقد المشهد، خصوصا وان هناك مناشدات محليه ودوليه تطالب بوقف القتال، وهناك ايضا عدد من المنظمات تطالب الرئيس الجانبين انهاء دائم لوقف القتال، لكن حتى هذه اللحظات لا صوت يعلو سوى صوت البندقيه. طب ماذا عن آخر البيانات الصادرة سواء من ميليشيا الدعم السريع أو الجيش السوداني، مواقع السيطرة حتى الآن؟ يعني كل ما يقوله الجيش إنه هناك الحسم والنصر سيكون قريبا، لكن هذه الجملة قيلت تقريبا منذ اليوم الثالث ونحن الآن في بداية اليوم السادس ولم يحدث الحسم. لماذا محمد لم يحدث الحسم حتى الآن رغم إنه بيانات الجيش تؤكد على ذلك؟ يبدو أن الجيش هو الآن في خططه أول مرحلة نهائية، يبدو أنه لديه خطة، وخصوصا وأن هناك قوى قدمت من عدد من الولايات السودانية إلى الخرطوم للقتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية، ربما يكون أو تكون خلال الساعات القادمة خطة، وذلك لتضييق الخناق على ميليشيا الدعم السريع. ونلاحظ هناك يعني تمركزات وتواجد لعدد من عناصر الجيش السوداني في عدد من المواقع، وكذلك ايضا كانت هناك مواقع كانت تحت سيطره الدعم السريع، الان نلاحظ ان هناك وجود لقوات الشعب المسلحه السودانيه. هناك ايضا تمشيط كان من حين لاخر في عدد من الشوارع، اخيرا كان بالامس في شارع الهوى الذي يقع جنوب الخرطوم، كانت هناك يعني وجود لعدد كبير من العساكر يجوبون في هذه الطرقات، وهي ربما يريدون ارسال رساله لمليشيا الدعم السريع بان هذه القوات متواجده وقريبه ومتواجده في هذه المواقع التي تمت السيطره عليها.
لكن كما يبدو أن الساعات القادمة ربما تكون هي الحاسمة، خصوصا بعد وصول هذه التعزيزات العسكرية. نعم.